حيث للفن صوت مختلف لا يمكن سماعه ولكن يمكنه أن يلامس الروح. قصص كثيرة ينسجها الفنان عبر أدواته الفنية، ويضع شيئا مما تخبئه ذاكرته، فيخرج بعمل فني له المقدرة على أن يتحدث للمتلقي ويروي الأحاسيس بفيض المعاني عبر رسالة الفن السامية. بفقرة حديث المربعات نقرأ اللوحات بصوت الفنان، ونرسم الأبعاد الفنية والفلسفية للعمل الفني بكل تفاصيل الحكاية ومضمون الرسالة. وإلى لوحة الفنانة التشكيلية سارة اللغانية التي شاركت بها في معرض تجسر بالنادي الثقافي. لوحة المعصرات تتحدث عن عادة اجتماعية نسائية معروفة، وهي عادة جميلة من الزمن الماضي. تتجمع مجموعة من النسوة أمام إحدى المنازل، حيث تتبادل فيها النساء الأحاديث ما بين المزح والجد، وتناول بعض الوجبات التي تتنافس النساء لتقديم ألذ الأطباق التي تجيدها، مع ممارسة بعض الحرف اليدوية كخياطة الكمة وغيرها من باب استغلال الوقت. في هذه اللوحة استخدمت عدة خامات مختلفة، حيث بدأت بتأسيس اللوحة بألوان الأكريليك، ومن ثم قمت باستخدام السكين والألوان الزيتية لرسم ملامس الملابس النسائية والوجوه، وأيضا استخدمت ألوان الباستيل وأضفتها إلى الملابس. أضفت النقوش والزخارف التي تتميز بها الملابس النسائية العمانية، حيث تعمدت اختيار الألوان الباهية والصريحة التي تدل على قوة المرأة العمانية وعلى ذوقها وحبها للألوان والزخارف.